بعد جدل طويل تحت قبة البرلمان، النواب الأردنيون يجيزون أولى مواد تعديل الدستور، وذلك بإضافة عبارة والأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، فأصبح التعديل يقرأ كما يلي: الأردنيون والأردنيات أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم. المناقشات أكدت أن التعديل هو تكريم للمرأة. الخوف من موضوع الجنسية والتجنيس، الجنسية محكومة بقانون. نحن ما نتحدث عنه في هذا التعديل هو تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور، وهذا تمييز إيجابي للدلالة على حقوق المرأة. أنا مع إضافة الأردنيات لأني أشعر بالفخر، لأنها تميزني وتشعرني بالتميز من خلال طرحها أمام العالم. إحنا لا نشتغل أو لا نعمل تعديل داخلي فقط، كل العالم ينظر إلى هذا التعديل، وهذا التعديل يعطي المرأة الأردنية امتياز، فلماذا ترفضوه؟ الحكومة طمأنة النواب ومن خلفهم الشارع أن إضافة كلمة والأردنيات للدستور ليست وليدة ضغوط خارجية أو منظمات حقوقية، كما أنها لا تغير شيئا في قوانين الأحوال الشخصية ولن تفتح باب التجنيس، فهذه القضايا لها قوانينها. الأردن لا يرضخ لأي ضغوطات، مش ضغوط منظمات. الأردن دائما صامت ورفض ضغوطات في قضايا أهم من ذلك. قانون الجنسية يحدد في قانون، ويستطيع القانون أن يتغير، كان ممكن أن يتغير قبل الدستور وقبل النقاش الدستور إذا كان هناك، وهذا القانون سوف يذهب إليكم، يعود إليكم أيضا في مجلس النواب، وأنتم الذين تقررون مجلس النواب والأعيان. هذه الإضافة هي تكريم نوع إلى المرأة. يقول مسؤولون إن التشريعات في الأردن كانت منصفة للمرأة، لكن القصور عادة يكون في التطبيق والسلوك أكثر منه في القوانين والأنظمة. وعلى جدول أعمال المجلس أيضا تعديلات دستورية أخرى غاية في الأهمية، تؤسس حسب مراقبين لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ مبدأ سيادة القانون. نايف مشاقبة، سكنوز عربية، عمان.